شيخ القادرية سيادة الحضرة أقطاب إن شاء الله ويا أهل السنة والجماعة we follow the path of الأولياء والصالحين the path of سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت والصحابة والأولياء والأتقياء path of سيدنا الشيخ أبو خادر الجيلاني سيدنا أحمد الرفاعي سيدنا أبو الحسن الشاذلي and all the صالحين سيدنا خواجة معين الدين تشتي all of them because all of them they came from one ocean the ocean is رسول الله صلى الله عليه وسلم and that water the ocean through them have to enter to our heart to quench the thirst أبو الحسن مولانا من نهاد الوداع وادع إنسانا يا أبو الحسن مولانا من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم وبارك فيه والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا يا أهل القرآن